وهذا سائل يقول: أنا متزوج منذ مدة، بعد زواجي اشترى أبي قطعة أرض وبعد مدة توفاه الله عز وجل، هل لي حق في ورثه هذه القطعة من الأرض؟ نعم. بنفس نصيب؟ أعد السؤال. أنا متزوج منذ مدة، بعد زواجي اشترى أبي قطعة أرض وبعد مدة توفاه الله، هل لي حق في إرثه من هذه القطعة بنفس نصيب إخوتي، على الرغم من أن أبي اشتراها وأنا متزوج؟ نعم، هذه الأرض اللي مات أبوكم وهي في ملكه، هذه ميراث لكم جميعا على قسمة الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معكم أصحاب فروض آخرون لهم أنصباؤهم، فأنت مثل إخوانك ترث من هذه الأرض. نعم.